حياكم الله، أنا سلطان الشدادي وهذه حلقة جديدة إن أذر نيوز وأبرز عناوينها. ساق أورد تتصدر السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع الحدث. ناسا تبحث عن متطوعين لإرسالهم إلى المريخ في رحلة مدفوعة الأجر. مسلسل زمن العجاج يتصدر قائمة المسلسلات التي يجب متابعتها خلال الشهر الفضيل، وجولة حصرية لإن أذر نيوز في الكواليس. هذه العناوين والبداية مع كلام ويب والأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا. مواضيع عديدة كانت تريندينج في الساعات الماضية، ولكن التوب ستوري والخبر اللي تم التداول فيه بكثرة هو مهرجان ساغ أورد اللي تابع الملايين من حول العالم مباشرة على منصة نتفليكس من بعدما امتنعت المنصة عن عرضه في السنوات الماضية. تفاصيل أكثر عن ساغ 2024 بهذا التقرير. Welcome to the Screen Actors Guild Awards. استضافت مدينة لوس أنجلوس وتحديداً لشراين أوديتوريوم أند أكسبو هول حفل توزيع جائزة نقابة ممثلي الشاشة أو Screen Actors Guild Awards بنسخته 30. هذا الحفل الذي انطلق لأول مرة في فبراير من العام 1995 يعد من الأهم في عالم السينما والتلفزيون ومؤشر قوي على الفائزين بالأوسكار، كما أنه يستقطب باقة كبيرة من ألمع الممثلين والعاملين في صناعة الأفلام يتألقون بإطلالاتهم كالعادة. الحفل كان منقولاً بشكل مباشر ولأول مرة على منصة نتفليكس، ولم يعتمد هذه المرة على مضيف واحد، إنما ضم 30 مقدماً من بينهم جينيفر أنستون، مارجو روبي، إدريس ألبا، جيسيكا تشيستين، بيلي أليش، نيومي واتس وغيرهم. وأول جائزة في الحفل قدمتها مجتمعة ميريل ستريب، آن هاثوي، وأميلي بلونت، لواتي شكلنا حالة فريدة في فيلم The Devil Wears Prada. That wasn't a question. That depends on what you're... No, no. أما الجوائز ككل فتصدرها فيلم أوبنهايمر مع حصوله على 3 جوائز: أفضل أداء جماعي في فيلم سينمائي، أفضل ممثل بدور رئيسي لكيليان ميرفي، وأفضل ممثل بدور مساعد لروبرت داوني جونيور. أما جائزة أفضل ممثلة ذهبت لليلي جلادستون عن دورها في فيلم كيلرز أوف ذا فلاور مون، أفضل ممثلة بدور مساعد ديفاين جو راندولف، جائزة أفضل مسلسل درامي ذهبت لسكسيشن، أفضل مسلسل كوميدي ذا بير، أفضل ممثل في مسلسل درامي بيدرو باسكال عن دوره في The Last of Us، أفضل ممثلة في مسلسل درامي ذهبت لإليزابيث دابيكي عن The Crown، أفضل ممثل في مسلسل كوميدي جيريمي آلين وايت عن دوره في The Bear. كما تم في الحفل تكريم النجمة باربرا سترايساند البالغة من العمر 81 عاماً مع جائزة الإنجاز مدى الحياة. من أخبار الترند ننتقل إلى فقرة In Other Stories. خبرنا الآخر عن مركبة فضائية أثارت اهتمام الملايين بعد نجاحها بالهبوط على سطح القمر. لأول مرة من عام 1972 هبطت مركبة فضائية انطلقت من الولايات المتحدة بهدوء على سطح القمر، وهذه المرة الأولى اللي يتم فيها تحقيق هذا الهبوط الناجح خارج كوكب الأرض بواسطة مركبة فضائية تم بنائها وإدارتها من قبل شركة أمريكية خاصة وليس من خلال برنامج فضائي حكومي تابع للولايات المتحدة. تفاصيل أكثر عن هذا الحدث الفضائي التاريخي في هذا التقرير. رحلة مثيرة بترجع بيها الولايات المتحدة للفضاء بعد غياب 50 سنة من وقت إطلاق برنامج أبولو. الرحلة الجديدة للمركبة نوفا سي أوديسيوس تابعها العالم بترقب وحماس بعد نجاحها في التغلب على عطل فني كان ممكن يحبط مهمتها، وكان الحل الوحيد هو استعانة وحدات التحكم للمركبة بأجهزة بديلة من ناسا لإنجاز عملية الهبوط. وتم تأكيد الهبوط بعد مرور دقائق عصيبة من الصمت بسبب أن الاتصال بين المركبة والأرض كان ضعيف. لكن بعد ساعتين من الهبوط بدأت المركبة في إرسال البيانات والصور اللي بتثبت أنها مستقرة على سطح المنطقة القطبية الجنوبية من القمر. بتهدف الرحلة دي لجمع بيانات عن البيئة القمرية وتفاعلات الطقس في الفضاء وعلم الفلك اللاسلكي لتوفير معلومات لعمليات الهبوط اللي مخطط لها ضمن برنامج أرتميس بهدف إرسال رواد فضاء للقمر في سنة 2026. المركبة تم إطلاقها بواسطة صاروخ فالكون 9 من شركة سبيس إكس، وهي مركبة غير مأهولة ومصنوعة من ألياف التيتانيوم والكربون ويبلغ ارتفاعها 4
الأمطار ومصممة للبقاء على سطح القمر لمدة 7 أيام قبل أن تغرب الشمس عن موقع الهبوط. وتعتبر شركة انتويتيف ماشينز مالكة المركبة أول شركة خاصة تنجح في إرسال مركبة فضائية إلى القمر بعد فشل المحاولات من شركات تانية من دول مختلفة، وآخرها كان محاولة شركة أستروبوتيك تكنولوجي الأمريكية في يناير الماضي اللي تم تحطيم المركبة قبل وصولها لسطح القمر. تم تمويل المهمة دي بمبلغ 118 مليون دولار من قبل ناسا. خبرنا الثاني أيضاً عن الفضاء، ولكن هالمرة عن كوكب مارس وليس عن القمر. شركة ناسا تبحث عن متطوعين للقيام بمهمة محاكاة المريخ أو رحلة إلى المريخ مدفوعة الأجر لمدة عام. المهمة راح تستغرق 378 يوم، ومن المقرر أنه تبدأ في ربيع 2025. وهدف المهمة الأساسي هو استكشاف المريخ والحاجة ماسة لتجنيد متطوعين للمساعدة في جعل هذا المستقبل حقيقة. إذا كنتم ترغبون بمعرفة الأجر وتفاصيل عن هذه المغامرة، تابعوا معنا هذا التقرير. تبحث وكالة الفضاء الأمريكية عن 4 متطوعين لمهمة محاكاة المريخ الثانية أو تشابيا 2، والتي تهدف إلى استكشاف ودراسة صحة الطاقم والأداء على الكوكب الأحمر. فاعتباراً من ربيع عام 2025، سيقضي المتطوعون المختارون سنة كاملة في مارس جون ألفا في مركز جونسون للفضاء في مدينة هيوستن التابع لوكالة ناسا، وهو عبارة عن موقع مطبوع ثلاثي الأبعاد تبلغ مساحته 158 متراً مربعاً، وقد أقيم كنموذج لمحطة أبحاث متصورة على المريخ. وسيحاكي البرنامج التحديات التي قد يواجهها الطاقم خلال مهمة إلى المريخ، والتي من المتوقع أن تحصل في عام 2030. وضمن تلك التحديات محدودية الموارد وتعطل المعدات وتأخر الاتصالات وغيرها من الضغوطات البيئية والنفسية. ستشمل مهمات الطاقم عمليات محاكاة للسير في الفضاء وعمليات روبوتية وصيانة لمكان إقامتهم وتمارين رياضية وزراعة محاصيل. فما هي إذن شروط تقديم الطلب؟ تقول وكالة ناسا أنها تبحث عن مواطنين أمريكيين أو مقيمين دائمين تتراوح أعمارهم بين 30 و55 عاماً، يتقنون اللغة الإنجليزية ولا يدخنون. عليهم أيضاً أن يحملوا درجة الماجستير في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 2 من الخبرة المهنية أو ما لا يقل عن 1000 ساعة من قيادة الطائرات. إنها بالطبع خدمة مدفوعة الأجر بحسب وكالة ناسا، ولكنها لم تعلن عن المبلغ الذي سيتم تعويضه للمشاركين. ويذكر أن تشابيا 2 هي المهمة الثانية من 3 مهام خططت لها ناسا للبرنامج، والتي بدأت أولها في 25 يونيو 2023 تمهيداً لاستكشاف الإنسان للكوكب الأحمر. أنا لسه ما أخذت إجازتي، وبصراحة كنت محتار وين أسافر، لكن بعد هذا العرض شكلها على المريخ. حلقتنا لسه في أولها، أخبار متفرقة وفنية كثير راح نتابعها، وبعد الإعلان احتياجات أولادهم الخاصة دفعتهم لفتح قناة على يوتيوب. ولكن قبل الإعلان راح نتوقف مع شريط لأهم الصور في العالم في هذه المجموعة. تابع حلقة الليلة من الخبر الآخر إلى عالم المشاهير والهوليود جوسيبس في تحت الأضواء. بداية أخبارنا الفنية مع السباق الرمضاني. مع اقتراب الشهر الفضيل تصدر مسلسل زمن العجاج قائمة المسلسلات التي يجب مشاهدتها في شهر رمضان بسبب جودة التصوير العالية، إضافة إلى مشاركة نخبة من نجوم الكويت. المخرج جاسم المهنة سيقدم الشخصيات التي رسمتها الكاتبة إيمان سلطان بشكل مميز ومبدع، وبتدور أحداث المسلسل حول وجدان اللي تهرب من ظلم والدها وبتلجأ إلى قرية تبدو مثالية، ولكن الحقيقة غير ذلك. فريق أذر نيوز جال في كواليس التصوير ونقل لكم أجواء المسلسل في هذا التقرير. أنا شفت الموت
تجربة جديدة وعالم مختلف في الدراما الخليجية، هذا ما أراده المنتج عبدالله بوشهري من خوضه تجربة جديدة في مسلسل زمن العجاج، مسلسل يعتبر مختلفاً في الشكل والمضمون، يشارك فيه أكثر من 40 ممثلاً في مقدمتهم جاسم النبهان الذي يجسد شخصية المختار غيث، حسين المهدي في شخصية حمزة، ومنى حسين في شخصية وجدان، مع كلفة إنتاجية ضخمة، خاصة أن أحداثه تدور في حقبة لم يسبق تقديمها على الشاشات من قبل. زمن العجاج يأتي في زمن مختلف قديم، ما حددنا السنة ولا حددنا المدينة أو القرية، ولكن أخذنا انطباعات أو إنسبيريشن من الحقبة الزمنية هذه، المصنوع موجود في 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 الموقع، والملابس هو صناعة فريق العمل داخل استديوهاتنا في بيوند دريمز. الكاتبة إيمان سلطان، وبعد غياب 6 سنوات عادت إلى الدراما من خلال زمن العجاج، مقدمة قصة مثيرة ومليئة بالمؤامرات والصراعات. سنتين الاستعدادات الفعلية، ولكن النص بلشة كتابته من زمان. قصة تتمحور حول قرية آمنة مسورة ما تخلو من مشاكلها، فيها قصص حب، فيها صراعات تزيد وتبرز مع قدوم العجاج اللي كان من خلال وجدان، لكن القصة لو بتحطينها في أي مجتمع في أي زمن راح تركب لك. أما الصورة الجديدة فعمل عليها المخرج جاسم المهنة. هي القصة نوعا ما كلاسيكية، بس احنا طعمناها ببصريات رائعة، من حركة كاميرا، من حركة الممثلين، حتى الممثلين اللي صار له 15 سنة وزيادة في التمثيل حاس انه هو في تجربة جديدة. 30 حلقة مثيرة سيرجع من خلالها المسلسل مشاهدين بالشكل والمضمون 150 سنة إلى الوراء، لتقديم تجربة ممتعة للمشاهدين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر رمضان الفاضل. ما في أحد مثل الوالدين، ممكن أنهم يكسروا كل الحواجز ويضحوا ويتعلموا من جديد من أجل مصلحة أطفالهم، وهذا تماماً اللي عمله الأردني مأمون عودة وزوجته هبة جمجوم، لما اكتشفوا أن أولادهم اللي تم تشخيصهم بمشكلة سمعية غير قادرين على مشاهدة الكرتونز والرسوم المتحركة. والسبب وراء حرمانهم من أبسط شيء مثل الكرتونز سببه نقص في المحتوى الموجود على الإنترنت اللي يكون مخصص للأطفال اللي يعانون من حالات مشابهة، وما كان أمامهم إلا خلق محتوى خاص بحالة أولادهم ومساعدة الأطفال اللي يواجهون نفس الصعوبات. فكيف بدأت قناة تميم وريم، وما هي التحديات اللي واجهتهم؟ نشوف مع بعض في هذا التقرير. تابعونا ونأمل أن نصل إلى ترجمة القصص العربية للغة الإشارة. أهلا وسهلا بكم. بهذه الرسالة ترحب قناة لغة الإشارة تميم وريم عبر يوتيوب بالأطفال السم الذين فقدوا التواصل مع محيطهم ليجدوا التفاعل مع شخصيات كرتونية ملونة ذات عيون كبيرة تعلم تلك اللغة بسهولة ومتعة. تميم وريم الطقس غيوم. بمعلومات عن العائلة والفصول وأيام الأسبوع والألوان، أطلق مأمون عودة الذي عانى من فقدان السمع منذ ولادته وزوجته هبة جمجوم لتكمل معه هذا الحلم من الأردن. محتوى تميم وريم اللي هو المحتوى الكرتوني بلغة الإشارة بيمكن الأم كمان تتواصل مع ابنها اللي عنده إعاقة سمعية، بتتعلم لغة إشارة، بالإضافة أي طفل ما عندهش إعاقة ممكن أنه يتعلم لغة إشارة، فهذا بيساعد على نشر ثقافة لغة الإشارة ودمج الأطفال في المجتمع. لاحظ عودة وهو أب لولدين ولدا بإعاقة سمعية نقصا حدا في المحتوى الموجود على الإنترنت، وتحديدا للأطفال الذين يعانون من حالات مشابهة، كما أن ابنه تميم أدى صوت إحدى الشخصيات. سلحفاة البحرية. هدف أني تعلمت لأنه ما في برامج للأطفال للصم، ما في شخصيات 3D، فهاي الفكرة مع زوجتي حتى نعمل شخصيات 3D، بعدين حتى نعملنا مشروع تميم وريم وطلعنا فيه الشخصيات بداية سنة 2022. وكان الأردن قد صادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون خاص يلزم الجهات المعنية بتوفير ترتيبات وإمكانات معقولة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وحرياتهم.
لكن ما صدر عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يظهر أن الخدمات التي تقدمها معظم المؤسسات غير كافية. يعني فعلاً مؤثر العمل الجبار والمجهود الكبير اللي بذلوه عشان عيالهم. من الأخبار الفنية خلونا الآن نروح إلى الأخبار الرياضية في فقرة سكور. أعلن لاعب خط وسط ريال مدريد توني كروس عودته إلى المنتخب الألماني بعد 3 سنوات من الاعتزال الدولي وقبل بطولة أوروبا الصيف المقبل على أرضه، والخبر كان مفاجئ وغير متوقع. كروس البالغ من العمر 34 سنة والفائز بكأس العالم 2014 أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني في يوليو 2021 بعد خسارة ألمانيا 2-0 أمام إنجلترا في دور 16 من بطولة أمم أوروبا 2020. ما هي الأسباب التي أدت إلى تراجعه عن قراره؟ وما هي التحديات أمام ألمانيا باليورو بعد فترة من الخيبات للمنتخب؟ نتابع التفاصيل في هذا التقرير. من بوابة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024 يعود الألماني توني كروس عن قرار الاعتزال بعد أن فتح مدرب المنتخب الألماني جوليان ناغلسمان الباب أمام اللاعب المخضرم من أجل العودة والانضمام من جديد للمانشيفت. نشر كروس بياناً على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام قال فيه: سألعب لمنتخب ألمانيا مرة أخرى في مارس المقبل لأن المدرب ناغلسمان طلب مني ذلك وأنا في مزاج جيد، لدي الكثير لأقدمه مع الفريق أكثر مما يعتقده معظم الناس في الوقت الحالي. اعتزل كروس اللعب الدولي بعد يورو 2021 وخاض 106 مباراة مع المنتخب وسجل 17 هدفا وكان لاعبا أساسيا في الفريق الذي فاز بكأس العالم عام 2014. لكن الخيبات كانت واحدة تلو الأخرى بعد فوز المنتخب الألماني بالبطولة الأثمان. خرج من كأس العالم عام 2018 من دور المجموعات مع خسارة تاريخية أمام كوريا الجنوبية، ثم خرج من الدور 16 من بطولة أمم أوروبا 2020 أمام المنتخب الإنجليزي. كان الفشل في انتظار المنتخب الألماني مرة أخرى في كأس العالم قطر 2022 بالخروج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات، وبدأ حينها المنتخب هزيلا وتائها وفاقدا للروح التي لعب بها عام 2014. ما كان من الاتحاد الألماني إلا أن اتجه نحو المدرب الشاب جوليان ناغلسمان الذي وضع نصب عينيه على بطولة أمم أوروبا 2024 كهدف سيسعى لتحقيقه، خاصة وأن البطولة تقام في ألمانيا وهو التحدي الأكبر له. ليخوض منتخب الماكينات الألمانية برنامجا لمدة 15 شهرا في إطار الاستعدادات الجادة لخوض النهائيات التي ستلعب في شهر يونيو القادم. فهل تعود أمجاد الكرة الألمانية ومعها يردد من جديد الألمان ملوك هذا الزمان؟ من الرياضة ننتقل إلى أحدث الأخبار في أبديتس. هذا الخبر لكل النساء اللي قريباً راح تنحل مشاكلهم مع الاختراع التحفة. أدوبي صنعت فستان بيظهر بأي تصميم بترغب المرأة فيه. الشركة أطلقت على الفستان أول فستان تفاعلي يمكن ارتداءه على الإطلاق، وهو نتيجة تعاون بين مصمم الأزياء كريستيان كاون ومشروع أدوبيز بريم روز. نتعرف أكثر على ميزات هذا الفستان في التقرير التالي. الساحرة الطيبة التي لمست فستان الفتاة الجميلة فتحول إلى فستان آخر. قد تكون هذه هي الفكرة التي اعتمد عليها فريق أدوبي لتقديم مشروع برايم روز لإنتاج أول فستان تفاعلي يتغير شكله حسب رغبة من ترتديه. تم إعلان الفكرة في أكتوبر من العام الماضي وتم دمجها وتنفيذها بالفعل في فستان المصمم البريطاني كريستيان كوان، تم عرضه في أسبوع الموضة في نيويورك هذا العام، حيث فوجئ الجمهور بفستان يتغير شكله مع كل خطوة تخطوها العارضة، ثم تحول الفستان إلى ما يشبه الشاشة التي تتحرك عليها الزخارف والنقوش. الفستان يحتوي الجزء الأعلى منه على 1264 شاشة صغيرة في حجم ورقة الزهرة، فضلاً عن الحساسات والمعالجات التي تم حياكتها جميعاً بدقة على لوحة إلكترونية مرنة يتم عن طريقها التحكم في التغييرات المطلوبة. ويحتوي الجزء الأسفل من الفستان على 144 نجمة لامعة بأحجام مختلفة. وصرح كوان أن أجمل ما في الأمر هو استطاعته أن يحلم بشيء ويستطيع تنفيذه بالفعل،
فهذا الفستان البسيط عبارة عن طبقات من القماش والإسلاك الدقيقة ولوحات تحكم ومحولات عمل عليها فريق كبير من العقول والأيادي الماهرة لتظهر بهذه السلاسة. قبل تقديم الفستان التفاعلي لكريستيان كوان، كانت علاقة التكنولوجيا بالموضة تنحصر في تحسين جودة الأقمشة أو ابتكار طرق حياكة جديدة، لكن بهذا الفستان يبدأ عصر موضة جديد قد تحتاج فيه السيدات إلى شحن فساتينهن كهربائياً كما هو الحال مع الجوال والكمبيوتر. حلقتنا لليوم انتهت، أتمنى تكونون قضيتوا وقت ممتع معانا وحبيتوا الأخبار اللي اخترناها لكم. موعدنا بيتجدد بكرة، والختام مثل العادة فيديوهات من حول العالم في دقيقة واحدة تختصر أهم الأحداث اللي حصلت في الساعات الماضية. أنا أخوكم سلطان الشدادي، تصبحون على خير.